بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالمضاربة وأنها مشروعة بالإجماع، عمن جاء من الصحابة ما يقتضي الفتوى بها، دقسم عن عمر رضي الله عنه وعثمان قضى بها في مال عمل بها ولده من بيت المال، وعثمان بن عفان، ولا شك أنها من المعاملات المشروعة التي دل عليها الشرع. قال المؤلف عفى الله عنه: مسألة إذا لم يحصل التحديد فيكون على المتعارف، دفع للعامل مالا يعمل به وبينهما مودة فلم يحددوا الأرباح، هل هي بالنصف أم بأقل أو بأكثر. قال: أثر عمر رضي الله عنه المتقدم، لعله كان المتعارف عندهم على هذا النصف بالنصف، لكن قد تختلف الأعراف، قد يأتي مثلا في أزماننا هذه فيكون المعروف عند التجار أنه على ثلثين بثلث، فمثلا صاحب المال يأخذ الثلثين والعامل يأخذ ثلثا، على حسب ما يتعارف عليه الناس في كل زمن. وإلا فهذا الأثر يدل على أنه كان عندهم النصف بالنصف، لكن الفتوى عند أهل العلم إذا لم يحصل تحديد فعند ذلك يكون على ما يتعارف الناس. مثلا يسأل التجار، يقال: لو وجدت أحدا يعمل مثل عملك تماما، يعمل لك جميع الأعمال التي تعملها وأنت عليك أن تدفع له المال، وهو ينمي لك المال بجميع الأعمال التي تعملها، كم ستعطيه؟ النصف أو الثلث أو الربع؟ فينظر عرف التجار في ذلك. مسألة على من تكون الخسارة في المضاربة. ما معنى المضاربة؟ الذي بجوارك يا مهدي. نعم، أن يدفع المال إلى أحد يعمل به، فأحدهم عليه المال والثاني عليه العمل. مسألة على من تكون الخسارة في المضاربة. الجواب: ما يتعلق بالمضاربة الخسارة تكون على صاحب المال فقط إذا لم يحصل تفريط أو تعد من العامل، فإذا حصل من العامل تفريط أو تعدي فيتحمل الخسارة وحده، وإذا حصلت الخسارة بدون تفريط ولا تعدي فتكون الخسارة على صاحب المال، والعامل خسارته ذهاب وقته. هذا أمر واضح، إذا تعدى أو فرط فهو الذي تسبب فيتحمل، العامل يتحمل إذا لم يحصل منه تفريط ولا تعدي وحصلت الخسارة بسبب الجوائح العامة واختلاف أوضاع البلدان وأسباب قدرية، ليس نعم وكل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن ليس للعامل تسببا فيها، فهنا الخسارة على صاحب المال والعامل خسارته ذهاب جهده وذهاب وقته. مسألة: كيف تعرف الخسارة؟ الجواب: عندما يحصل حرز للبضائع ولرأس المال فينظر هل وفت رأس المال أو لم تفي،
فإذا اجتمع رأس المال وزيادة فالباقي أرباح، وإذا لم يفي رأس المال فالنقص أو العجز هو الخسارة. مسألة: حكم الأموال المسحوبة في الشراكة من الطرفين. السؤال: إذا سحب صاحب المال من الأموال شهريا مبلغا من المال وكذلك العامل يسحب مبلغا، فهل تحسب لتتميم رأس المال؟ الجواب: نعم تحسب، يعني رأس المال هو ما بقي مع ما سحب كله رأس مال، فما زاد فهو الأرباح. فمثلا رأس المال 500,000 وعند الجرد وجدوه 500,000 أيضا، ولكن قد سحب كل منهم 50,000، فالآن هل يوجد أرباح في هذه الصورة أو لا؟ نعم توجد أرباح التي سحبوها. فلو وجدوا رأس المال 400,000 فكيف الآن عندك؟ يعني رأس المال موجود، ما حصلت أرباح، لأن 400,000 وقد سحب كل واحد منهم 50,000، فإذا رأس المال موجود وهو 500,000 كاملة ولم توجد أرباح. فإذا كانوا متفقين على النصف بالنصف، يعني هنا ما في أرباح بالكلية، لكن إن كانوا متفقين على نصف بالنصف فلا إشكال. وإن وجد أنهم يعني صاحب نعم في هذه الصورة التي قد سحب كل منهم 50، فالعامل يعيد 50 يتحملها، العامل يعيد 50. لماذا يعيدها؟ صاحب المال رأس ماله صار 400,000 وهو 500 وقد سحب 50 والعامل سحب 50، فقلنا العامل عليه إعادة 50. لماذا؟ وهم متفقون على النصف بالنصف، أنه ما حصل أرباح، العامل ربحه فقط في الزيادة، أما الآن فقد أخذ من رأس المال فعليه الإعادة، فتكون دينا على العامل، يعيد 50 وليس له أرباح، وصاحب المال خرج بماله، والعامل لم يحصل له أرباح في هذه الصورة. فالصاحب المال تعطل ماله خلال هذه الفترة بدون أرباح، والعامل ذهب وقته، وهذه أمور قدرها الله عليه. وهذا مما يجعل العمال يهتمون، هذا من حكمة الله عز وجل في هذه المعاملة، أن يجعل العمال يهتمون بالعمل ويهتمون في تنمية المال. قال: مسألة: حكم الأموال المسحوبة في الشراكة من الطرفين. السؤال: إذا سحب صاحب المال من الأموال شهريا مبلغا من المال وكذلك العامل يسحب مبلغا، فهل تحسب لتتميم رأس المال؟ الجواب: نعم تحسب، إذن الأرباح ما زاد على تغطية رأس المال، ولو كان المسحوب من الطرفين غطى رأس المال وزيادة فالزيادة هي الربح. السؤال: إذا سحب العامل أكثر من الربح، كأن يكون الربح 300 وصاحب المال لم يأخذ منه شيئا وسحب العامل 400 درهم، فكم يتحمل العامل؟ الجواب: يتحمل الخسارة هنا العامل، فيعيد لرأس المال 100 درهم. الربح 300 درهم يقسم بينهما نصفين، للعامل 150 ولصاحب المال 150، والعجز يتحمل العامل. لأنه وجدت أرباح يعيد، هذا هو المقصود، يتحمل العامل العجز، أي إعادة الأرباح التي سحبها، يعيد تتمة رأس المال في هذه الصورة.
العجز يتحمل العمل يعني في هذه الصورة. إذن المسحوبات من الطرفين تحسب أولا مع رأس المال ثم ينظر إلى الأرباح. مسألة: حكم اشتراط العامل لنفسه شيئا في المضاربة أو الشريكة. من الشروط التي لا تحل في المضاربة أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا معلوما، هذا لا يجوز، حتى العامل لا يشترط لنفسه شيئا في المضاربة، قد نقل في ذلك الإجماع. وفي الشركات الأخرى يمكن، كان يتشاركان بالماء، كان يتشاركا بالمال، وصاحب العمل الذي يعمل أكثر يشترط لنفسه مبلغا مقابل العمل، هذا جائز. دفعت أنا نصف المال وأنت دفعت نصف المال وأنت تتولى العمل أكثر مني فتأخذ راتبا مقابل ذلك، هذا يجوز في الشركات الأخرى. أما في المضاربة فليس للعامل إلا نصيب من الربح. قال: وفي الشركات الأخرى يمكن أن يكون أحدهما أكثر عملا فيشترط لنفسه مقابل عمله، أما في المضاربة فلا يشترط لنفسه شيئا معلوما. مثلا لو اشترك اثنان كل منهما دفع مالا وكل منهما يعمل، ولكن أحدهما عنده عمل أكثر، يقول: أنا أريد مقابل عملي الزائد أخذ في الشهر كذا وكذا، هذا جائز. وأما في المضاربة فالعامل عليه العمل كاملا بنسبته المعلومة، ولا يجوز أن يزيد لنفسه شيئا معلوما، فلو زاد شيئا لم يجز، بل يجب عليه إرجاعه. فمثلا لو قال: أنا لي الثلث وعشرة آلاف في كل شهر، فهذا لا يجوز في المضاربة، فالشيء المعلوم لا يحل، ولكن ممكن يزاد له بالنسبة، كأن يجعل له مثلا 35%. كأن يجعل له مثلا 35% أو 40%، يعني إذا كان العامل يريد زيادة فتزاد في النسبة، أما أن يخصه براتب فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.